أكيد كلكم تعرفوا أن الديفلوبمنتال مايل ستونز بيجي عليها أسئلة دائما. أنا بدي أخذ جزء بسيط هسه ونطلع، يعني بدنا ناخذ جزء بسيط ونطلع، اللي هو الجدولين هذول. الجدولين هذول مهمات طلابنا، بيجي عليهم أسئلة دائما. ديفلوبمنتال مايل ستون اسمهم، بيجي عليهم أسئلة بشكل مستمر ودائم. يعني ما في امتحان أطفال إلا ما يجيب لك 3 أو 4 أسئلة عن الديفلوبمنتال مايل ستون، فبدكم تكونوا عارفينهم. في عندي جروس موتور، في عندي جروس موتور يعني حركات جروس يعني واضحة، حركات الواضحة. فاين موتور اللي هي الحركات الخفيفة، فاين موتور اكتيفيتي. في عندي سبيتش اند لانجويج ديفلوبمنت، سبيتش اند لانجويج سبيتش الحكي، لانجويج اللغة، ادابتيف اند سوشيال سكيلز. في عندي على ال 1 مانث، في عندي 2 مانث، 4 مانث العمر، 6 مانث، 9 مانث، 1 يير. بعدين نبلش على السنة وثلاث أشهر، سنة ونص، سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات. واضح؟ بدنا نكون إحنا عارفينهم طلابنا، ننسأل عنهم كثير في الامتحانات. طلع شو عنا؟ على نبلش في على ال one month شو تصير عنا؟ طلعوا turn head side to side when supine على الشهر، يعني الشهر لما بنهاية الشهر، بنهاية الشهر. ركز هنا by the end of one month، by the end of two month، by the end of 4 months. يعني بنهاية الشهر الأول بيكون ال turn head، بيكون الطفل قادر turn head، he turns head side to side when supine، لما يكون supine. هسا قبل ذلك بيكون مش قادر، هاي مهمة جدا نعرفها. ال fine motor hands fisted thumb and fist، hands fisted يعني إيده بيكون ضامها، and thumb in fist يعني بيكون اللي هي زي القبضة إيده بتكون، هاي الفاين موتور. speech cry بعيط، too loud noise بعيط. نيجي لل 2 month briefly rises head when prone، لما يكون prone يعني لما يكون بطنه لتحت وظهره لفوق، prone اللي هو على بطنه يعني هو briefly rise head يعني بيرفع راسه فترة قصيرة. واضح؟ بالنسبة للفاين موتور بولس ات كلوثس يعني بصير يعني زي كأنه أصابعه يعلقهم بالملابس أو شيء. السبيتش لانجويج اللي هو variety of sound بإمكانه أنه يطلع، اللي هو هذول اللي هي هاي الأصوات، الأصوات الجارجلز بسموها جارجلز، هاي الأصوات أصوات بيكون أصوات طبعا مش مفهومة زي هيك زي هاي الأشياء، أصوات يعني تكون مش مفهومة كثير. أصوات عبارة عن ساوندز، هم عبارة عن ساوندز فقط. جارجلز مسموهم أو كوز. سمايل هاي مهمة جدا على الشهر، يعني سمايل responsively recognize and calm down to familiar voice، مهمة جدا سمايل. السمايلينج هاي متى بتبلش دكاترة؟ على الشهرين، الشهرين. هسا إذا صار عمره 4 أشهر وما عنده سمايلينج، إذا صار عمره 4 أشهر وما عنده سمايلينج، هذا إيش دكاترة؟ طلعوا developmental red flag، طلعوا no smiling at 3 months. بعض الكتب كتبتها 4 months، 3 months أو 4 months، أنا مايل إنها تكون 4 months أحسن. social smiling no smiling على الأش على 4 أشهر، هاي تعتبر شمالها ريد فلاج، ريد فلاج لباثولوجي. شو الباثولوجي يمكن تكون؟ حدا بيعرف شو الباثولوجي دكاترة اللي لها علاقة بالسمايلينج؟ انه ما في سمايلينج، غير انه يكون اردني، انه الطفل يكون اردني، انه جوردانيان تشايلد يكون، غير انه يكون اردني، اختلفناش انه يكون اردني، بس غيره. شو المرض؟ ايش المرض؟ بس الاول ايش انه يكون اردني مثلا جوردانيان، ايش غير انه يكون اردني؟ ايش كمان سوشيال دكاترة اللي ما عنده سمايلينج شو هذا بكون؟ كون احتمال يكون early sign of autism، early sign of ايش؟ of autism، early sign of autism. autism شو يعني autism دكاترة بالعربي؟ اللي هو التوحد، اللي هو ايش؟ التوحد. اذا شو هو earliest sign of autism او autistic spectrum disorder؟ earliest sign of autism اللي هي absent of the social spine at عن عمر 3 أشهر 4 أشهر، صار عمره 3 4 أشهر لسه ما عنده social smile. طيب نكمل هنا، نعرف هاي السوشيال سمايل اللي سألوا عنها في الامتحانات. follow movement with eyes يعني أي حركة قدامه بإمكانه يتابعها بعيونه العمر الشهرين. 4 أشهر left
head and chest when prone. لما يكون prone بيرفع الهيد رأسه وبيرفع الشست حتى. Holds head steady بإمكانه إنه يمسك رأسه وهو رافعه. When supported sitting لما يكون قاعد بتسبورت يعني إشي بتلقاه الطفل. Rules prone to supine هاي مهمة المعلومة. متى rules prone to supine هاي يعني بيقلب من ظهره على بطنه من بطنه على ظهره على 4 أشهر. جابوها مرة في الامتحانات على 4 أشهر. هي واضح النقطة ولا لا؟ اللي هي rule over بسموها rule over. Fine motor على 4 أشهر. Briefly hold subject object briefly hold object when placed in hand reaches for midline object. يعني إذا وصلت إذا مديت له إشي على نص جسمه بإمكانه إنه يوصله بإمكانه إنه إيش يوصل إيده لإله. بيمسك الأشياء لفترة قصيرة بعدين بفلتها. briefly hold object لما أنت تحط الأشياء بيده when placed in hand. speech and language turn head toward sound يعني بصير يلف رأسه على منشأ الصوت الأدابتف لف بصير لاحظوا السمايل على الشهرين على 4 أشهر لف بصير يضحك مع الناس اللي حواليه مع أمه يعني. follow moving toys يعني لما تحرك الألعاب له بتابعهم بعيونه. or person with eyes بعيونه. هسا response to people with excitement واضح يعني يمكن انه يستجيب لهذا بصير زي انه يحرك اجريه leg movement. هذا على 4 أشهر. على 6 أشهر لاحظوا tripod set tripod position. شو التريبود بوزيشن؟ تريبود هي عبارة عن بيكون البيبي بيكون قاعد على الأرض بيكون ماد إجر زي هيك وماد إجر زي هيك وماد إيدي بنص إجريه. هذا بسموه الوضعية وضعية الإيش تريبود أو تريبود زي الترايبود تبع الكاميرا. هذا بسموه تريبود بوزيشن. هاي التريبود بوزيشن متى بتبلش؟ على 6 أشهر. هو ليش بيعمل هذا التريبود بوزيشن؟ لأنه هو ما بقدر تسبورت ما بقدر إنه يعمل سبورت لحاله إلا إنه يمد إيدي لقدام. إذا ما مد إيدي لقدام الطفل شماله بوقع لقدام. فلذلك هو زي كأنه بروتكتيف ريفلكس. هسا الفاين موتور طلعوا الفاين موتور شو عندنا بامكانه يعمل ترانسفير للاوبجكت فروم هاند تو هاند. في الاربع اشهر لاحظ انك بدك تاخذ الاوبجكت تحطها بايده. اما في الست اشهر بامكانه انه شماله انه يمسك الشغله ويعملها ترانسفير فروم وان هاند تو اذر هاند. يمكن برينج اوبجكت تو ماوث يمكن يمسك الشغلات تحطها في الماوث. لذلك هاي المرحله شمالها 6 أشهر كونه برينجز اوبجكت تو ماوث مرحله خطيره. ليش؟ لأنه احتمال يأخذ ألعاب صغيرة ويحطها بالماوث وشو يصير عند الطفل؟ شو يصير عنده دكاترة؟ يصير عنده أسبيريشن. فلذلك هاي المرحلة مرحلة 6 أشهر مرحلة خطيرة بده الطفل متابعة جدا حثيثة من الأهل. طيب هسا السبيتش لانجويج بابلينج هاي مهمة. بابلينج يعني بيحكي مقاطع من الكلمات يعني با دا زي هيك بس مثلا با بابلينج با أو دا بس ما بيكملها. متى بيكملهم؟ على 9 أشهر ببلش يصير يكملهم كاملين يعني مقطعين بابا أو دادا أو ماما. فهاي بسموها بابلينج. الأصوات الساوند هاي اللي مش مفهومة بتكون الجو جو جو زي هيك هاي بتكون على الشهرين. أما البابلينج اللي هي المقاطع من كلمات هي أكثر كلمات الدا ما با زي هاي المقاطع بس بابلينج بتكون على 6 أشهر. الكلمات ماما أو دادا بتبلش متى؟ على 9 أشهر. فهي ننتبه لها سألوا عنها مرة بالامتحانات. الأدابتف سوشيال سكيلز سترينج انكزايتي بتبلش على 6 أشهر بصير يخاف من الغرباء. سترينج انكزايتي يعني بتكون جارتها مثلا كانت تيجي عندها وهو عمره 5 أشهر ما يخاف منها لما صار عمره 6 أشهر وكمل 6 أشهر صار يخاف منها. هذا سترينج انكزايتي بيكون من الغرباء لما تكون أمه جنبه ما بيخاف. beginning of objective يعني هذا strange anxiety مهمة جدا. هاي ال 9 أشهر طلعوا set well without support. على 9 أشهر بيكون set without support. على 6 أشهر بده support أما على 9 أشهر set without support يعني الباك تبعه بكون straight. الباك ظهره بصير straight يعني عضلات ظهره بتكون ناضجة بحيث إنه بيقعد بإمكانه يقعد without support. كرول ببلش يزحف على 9 أشهر. pulls to stand and stand with
سبورت يعني يمكن يوقف مع سبورت، مع انت لما تمسك ايديه يمكن انه يوقف، اذروايز بدون سبورت ما بيوقف، لذلك هو بامكانه يقعد ست وذاوت سبورت، ولكن انه يوقف وذاوت سبورت مستحيله، لذلك هو ستاند وذ سبورت. لانتبه طلابنا ستس انه يقعد ستاند انه يوقف، ستاندنج بدها سبورت، اما السيتنج وذاوت سبورت بهذا العمر 9 اشهر. فاين موتور ايرلي بنسر جراسب وذ ستريت ريست، هاي مهمه بنسر جراسب. شو حكينا الجراسب نوعه الرفلكس، شو اسم الجراسب رفلكس ات بيرث؟ النيونيتال رفلكس اللي اسمه جراسب شو اسمه كان؟ شو اسمه الدكاترة اسمه الجراسب رفلكس ات بيرث؟ كان اسمه بالمر جراسب او اسمه سولار جراسب. شو البالمر جراسب او سولار جراسب؟ انه نحط الفنجر تبعنا في ايد الطفل وانه يمسكها الطفل، او نحط الاصبع باجر الطفل والطفل زي كانه يمسكها، هذا بنسميه احنا سولار او بالمر. الرفلكس بيتم وين؟ في البالم، يعني بكف الايد. هسه هاي البنسر جراس، بنسر جراس بانه شو يصير؟ يصير يمسك الشغلات بايش؟ يصير يستخدم اصابعه عشان يمسك الشغلات. يعني انك مثلا تحط له حبوب، مثلا حبوب مثلا توت صغيره، او تحط له مثلا كرات صغيره ويمسكها، هذا الرفلكس انه يمسك باصابعه، يستخدم اصابعه، بنسر اصابعه، هاي بسموها بنسر جراس. هاي البنسر جراس متى بتبلش؟ على 9 اشهر. متى بتصير متشور؟ ماتشور اللي هي ماتشور بنسر جراسب، نت بنسر جراسب يعني ماتشور بنسر جراسب، يعني بصير يمسك الاشياء وما يقدر ايش يفلتها. على 9 اشهر بصير يمسك الحبوب، حبوب الفراوله او حبوب التوت او الالعاب الكرات الصغيره وتفلت منه، لانها لساته الريفلكس هذا بنسر جراسب مش ناضج. على 12 مرات على السنه بصير ناضج، بصير يمسك الشغلات وما ما بتفلت منه. فهي مهمه جدا. بالنسبة لللانجويج والسبيتش، ماما داد بصير يحكي هاي الكلمات على 9 أشهر أبروبريت، بصير يحكيها كويس. بشكل عام بلاي جيم، بإمكانه يلعب جيمز بيكابو. بيكابو اللي هي يعني الغماية، بصير يلعب مع أهله مع أمه ومع أبوه، هاي اللعبة بصير يفهم لإلها، بصير لما أمه تتخبى وتطلع بصير يضحك لإلها، دليل إنه بيلعب معها بتفاعل معها. بعديها 12 مانت طلعوا get into sitting position without help، بصير ايش؟ sitting position without help، يعني بصير get into sitting position اللي هو بقعد without help، يعني بصير يقعد وحتى بإمكانه انه شماله يوقف without help. getting into sitting position أو standing position without support، يعني بصير يقعد sitting وstanding يوقف without support. walk while holding on يعني walk with support. على السنة يبقى هو بقعد لحاله بدون support وبوقف لحاله بدون support، ولكن walking بده support، لما يمشي بده support، بده holding on، يعني انه يعني holding on الfurniture او holding on الفادر او المذر، امه او ابوه لازم يساعده. البنسر جراسب بتصير ماتشور اللي هي نت بنسر جراسب، وبامكانه انه يمسك كرة ويرميها throw ball في على السنة. السبيتش اند لانجويج تو سيبريت وورد يعني كلمتين منفصلات. فولو وان ستيب كوماند، اذا انت حكيت له وان ستيب كوماند مثلا طلبت منه يرمي لك الكره، يمكن انه يرمي لك اياها اللي هو وان ستيب كوماند، او انه طلبت منه يعطيك شيء او انه ياخذ شيء اللي هو بامكانه، هاي يسموها وان ستيب كوماند. تو وورد بيعرف كلمتين سيبرت بيكون مش منفصلات، مش انه كلمتين متصلات بجمله، لا مستحيل. يوزس فيشل اكسبريشن، بيستخدم فيشل اكسبريشن، ساوندز اكشنز تو ميك نيدز نون، يعني اذا بده شيء مثلا بصير يعيط، هذا مثلا يصير يعيط او وجهه ملامح وجهه بصير تبين عليه، واضح النقطه. اذا ما بده شيء مثلا نفس الشيء بصير يستخدم هاي الاشياء. ريسبونس تو اون نيم، بصير يستجيب لاسمه، لما تنادي اسمه بيستجيب له. سيبريشن انكزايتي بيجن، سيبريشن انكزايتي، في عندي سترينج انكزايتي، بصير السترينج انكزايتي يعني خاف من الغرباء، سيبريشن انكزايتي يعني بخاف لما امه تتركه او ابوه يتركه. على السنة ببلش separation anxiety، يعني لما أمه تتركه لحاله بصير يعيط، أو أبوه يتركه لحاله كمان بيعيط، هاي بسموها separation anxiety. طيب هسا بالنسبة للجروس موتور لل 15 مانث، الموتور walk without support، على 15 مانث بصير يمشي without support. crawl up stair أو step، بصير يطلع الدرج يزحف على الدرج، crawl up stair and steps، إذا اللي هو يعني إذا كان في درج
بصير صعب عليه انه يمشي، بصير كرو بصير يزحف عشان يطلع على هذا الدرج. اللي هسه الفاين موتور على 15 مايلز بيك اب اند ايت فينجر فود، بامكانه انه 4 تو 5 وورد يكون يعرف 4 ل 5 كلمات من فصلات. بوينت بيأشر على الاشياء اللي بده اياها، بوينت تو نيدز اور وونت بيأشر عليها. ال 18 مانث طلعوا السنة ونص، رانز بركض كويس، ووك فورورد بولينج توز اور كارينج اوبجكت. الفاين موتور على 18 مانث على السنة ونص طلعوا التور، هاي مهمة جدا اللي هي الليجو، ببلش يلعب في الليجو لاحظوا اللي هي 3 كابس اوف ليجو، 3 كابس يعني ثلاث مكعبات ليجو، ثلاث مكعبات ليجو كانوا يركبهم على بعض عشان يعمل تاور برج من ثلاث مكعبات على السنة ونص، على السنة ونص. واضح النقطة ولا لا؟ يعني أنا هيك تقريبا سنة سنتين ثلاثة، على السنة واحد one cup of يعني one cup of يعني لعبة الليجو بس مكعب واحد، على السنتين اللي هي اثنين ستة بيكونوا، اثنين بيكونوا تقريبا ستة، هي ستة، وعلى الثلاثة تسعة تقريبا، تسعة على عشرة، تسعة على عشرة، يعني بإمكانه يعمل برج من تسع قطع على ثلاث سنوات، على السنتين ست قطع، على السنة ونص اللي هو بين السنة والهذا بتكون تقريبا إيش ثلاثة، ثلاثة ثلاثة اللي هي ثري كاب على السنة ونص تقريبا، على السنة وإيش ونص، سنة ونص هيك. على السنة بإمكانه يلعب بس بقطعة ليجو واحدة، مش بإمكانه إنه يركب أي قطعة على قطعة ثانية على السنة، مستحيل. لذلك هاي ننتبه لها، موضوع التور سألوا عنها بالامتحانات، بيجيب لك جمل كالآتي أسئلة: All of the things are true about growth and development، أو All of the things are true about developmental milestone except، بيجيب لك العمر، بيجيب لك هل شو الإشي المتوقع بهذا العمر، فبتكون عارفينها. أنا عارف إنه صعب وإشي كثير زنخ، ولكن بتكون تعرفوه، ما في مهرب منه، بيجيبوه دائما عليه أسئلة، ومش سؤال واحد، بيجيبوا أربعة أو خمس أسئلة أمرات، فبتكونوا عارفينه قدر الإمكان. مثلا هذول التاورز او الكب تاورز هي حكينا لكم، على السنه واحد بيلعب بوحده بقطعه واحده من الليجو، على السنه ونص ثلاث قطع وبركبهم على بعض، على السنتين ست قطع، على الثلاث سنوات تسعه، تسعه ل 10 قطع، فهاي نعرفهم. نكمل بالنسبه للسنه ونص اللي هي 10 كلمات منفصلات بيكون معرفهم، على السنه ونص ما بيركب اي كلمه على الثانيه، مستحيل يركب. فولو سيمبل كوماند ستيل لساته. هسه ال 24 على السنتين كلايمب اب اند داون ستيبس، يعني بيطلع الدرج وبينزل الدرج، كلايمب اب اند داون ستيب وذ 2 فيت بير ستيب. هاي 2 فيت بير ستيب هاي بسموها شيلدرن باترن او بسموها بيدياتريك باترن. شو يعني 2 فيت بير ستيب؟ يعني بنزل اجره اليمين على الدرجه، بعدين بروح اجره الشمال بنزلها على نفس الدرجه، بروح نفس اللي بروح على الدرجه اللي بعديها بنزل اجره اليمين بعدين بنزل اجره الشمال، هاي بسموها نون الترناتنج. الادلت احنا او اطفال الكبار، الاطفال الكبار يعني بعد عمر بعد عمر تقريبا نقدر نحكي اللي هو بعد عمر الاربع سنوات، بعد عمر الاربع سنوات او الثلاث سنوات حسب ان احنا بنحكي عن ابستير او بنحكي عن داونستير، يعني طلوع الدرجه ونزوله. بعد العمر الثلاث سنوات اربع سنوات الطفل بصير زيه زي الادلت، بصير الترناتنج، يعني بصير يستخدم يطلع اجره اليمين بعدين ايش يستخدم ايش يطلع الشمال بعدين يرجع لليمين بعدين الشمال زي زي الادلت. اما في المرحله هاي بعمر السنتين مثلا لا، كلايمب اب اند داون ستير ستيبس وذ 2 فيت بير ستيب، 2 فيت بير ستيب يعني لابد انه ينزل اجره اليمين بعدين الاجره الشمال يلحقها للاجره اللي نزلها، هاي بسموها نون الترناتنج باترن. هسه ران بيكون يركض كويس على السنتين، كيك بول بامكانه يضرب كره، يضرب يلعب طابه، الفاين موتور تاور اوف 6 كاب هاي نعرفها، ان ادرس بامكانه يشلح ملابسه صعب انه يلبسها، ان ادرس، ان ادرس ما عدا ايش ما عدا الرباط او الـ او شو اسمه او الرباط طلعوا الرباط او البوتونز اللي هي الـ شو اسمه الزرار، هذول صعبات جدا عليهم، بتكون هاي بدها على الاقل اربع سنوات، البوتون button of clothes اللي هي الزرار او الرباط بده على اربع سنوات على الاقل. طيب السبيتش اند لانجويج اللي هو على السنتين طلعوا 2 3 وورد فريز، لاحظوا متى ببلش يحكي جمل، هاي مهمه، ببلش يحكيها على السنتين،
السنتين شو بحكي 2 to 3 word phrases، هاي بركزوا عليها بالامتحانات phrases. uses الضمائر I, me, you يبلش على السنتين. understands two step command، two step command بتبلش على السنتين. لاحظ على السنتين two word phrase two step command، هاي سهلة. two words two word phrase جملة من كلمتين، two step command عبارة عن أوامر مكونة من two steps من خطوتين. بعدين بالنسبة للسوشيال بيكون بيساعد في تدرس في اللبس، بس ما بيقدر إنه يلبس لحاله. أما الأندرس إنه يشلح لحاله بيكون قادر على السنتين. ثلاث سنوات راي ترايسيكل، لاحظوا ثلاث سنوات ترايسيكل يعني بإمكانه يلعب على دراجة مكونة من ثلاث عجال، اللي هي عجل أمامي وعجلين خلفيات ترايسيكل. كلايم أب ون فوت بير ستيب، يعني بصير يطلع الدرج زي الأدلت، زي الأدلت باترن، ولكن الداون ستير زي البيدياتريك هو 2 فيت، يعني نزول الدرج صعب عليهم، بتظلها على الثلاث سنوات. ستاند اون ون فوت ان ون فوت بريفلي، بس ما بيقدر، مش بامكانه انه يلعب ينط على ون على ون فوت، على ون ينط على ون فوت بدها اتليست على الاربع سنوات. هوب هي هوبس اون ون فوت، اللي هي بتعرفوا لعبه الحجله انه ينط على اجر واحده اللي هو هوبس اون ون فوت، هاي على اربع سنوات مش قبل ذلك، مستحيل يلعبها. طيب الفاين موتور كوبي سيركل، هاي مهمة جدا. متى برسم الدائرة؟ على ثلاث سنوات. متى برسم مربع كوبي سكوير؟ على اربع سنوات. متى كوبي تريانجل؟ هاي جابوها من الامتحانات، كوبي تريانجل على الخمس سنوات. لاحظوا انها عكس عكاس، الدائرة على ثلاث سنوات لانها سهلة، المربع على اربعة سهلة هاي انها للحفظ، المثلث لاحظوا على الخمس سنوات، المثلث صعب عليهم. المثلث واضح، المربع انا بعرف على اربع سنوات، هون حط لك اياه مربع على السكوير على خمسه، لا انا هيك يعني نظم اجت بالسنوات السابقه زي هيك، ثلاث سنوات الدائره، الخمس سنوات المثلث، اربع سنوات المربع، هون حط لك الترانجل والسكوير على الخمسه مش مشكله. طيب البعديها اللي هي دريس اند ان دريس فول، بامكانه انه يلبس ويشلع على ثلاث سنوات اكسبت البوتونز اللي هي اللي حكينا شو اسمه الزرار صعبه على اربع سنوات الزرار. الـ combine three or more words into sentence، استخدم ثلاثة أو أكثر حتى في sentence في جملة. بيعرف الألوان recognize color، plural بيستخدم الضمائر الجمع، prepositions حروف الجر والplural الجمع، count to ten بإمكانه يعد العشر على الثلاث سنوات. الـ بعديها متى know sex وage، متى بيعرف sex والage وإمكانه يحكي شو sex إنه boy ولا girl، ايش قديش عمره وشو اسمه، يعني بامكانه سي السكس وسي الايج وسي اسمه على الثلاث سنوات. شير سم اوف ذا تايم مع الاطفال، بلاي ميك بليف جيمز بامكانه انه يلعب مع الاطفال. اربع سنوات هوب ان ون فوت، بنط على اجر وحده اللعبه هاي. كلايم داون ستير على ون فوت بير ستيب، على اربع سنوات بصيروا زي الادلت داون ستير حتى نزول الدرج. فاين موتور كوبي اكروس، لاحظوا المربع وداخل المربع شماله الايش هاي، اذا لاحظوا اللي هي الاكس، لاحظوا كوبي كروس، كوبي كروس اللي هي الاكس بامكانه انه اذا رسمت له اكس انه يعيده على اربع سنوات. يوزس سيزر بوتن كلوث بامكانه انه ادرس اند ان ادرس البوتنز اوف ذا كلوث. سبيتش 100% انتليجبل بيكون. يوز باست تنس، الضمير اللي هو الباست تنس الزمن الماضي بإمكانه يستخدم الأربع سنوات. understand three part direction أو three part step بإمكانه إنه يفهمهم. cooperative play بيلعب مع الأطفال. twilight trained by day، هاي مهمة جدا، متى twilight trained by day على الأربع سنوات، يعني هي أنا بعرف day time تقريبا اللي هي سنتين ونص لثلاثة، سنتين ونص لقديش إلى ثلاث سنوات، هذا day time، day time control of the twilight. النايت تايم على الخمس بعد الخمس سنوات، الدي تايم والنايت تايم، يعني النايت تايم بعد الخمس سنوات. اما اذا حكى لي دي تايم فولي توايلت تريند، بس هو ببلش التوايلت تريند على تقريبا على السنتين، ببلش على السنتين، سنتين لسنتين ونص التوايلت اللي هو توايلت تريند، او يعني بصير بنضف الطفل بسموه على السنتين ببلش. متى بكون فولي توايلت تريند باي دي تايم؟ على اربع سنوات الاصل يكون فولي، بس هو ببلش قبل، ببلش على السنتين، سنتين لسنتين ونص تقريبا، سنتين الى ايش؟ الى سنتين ونص ببلش، من السنتين ببلش هو الاصل، من عمر ال 24 مانث ببلش اللي هي
daytime control of the urine. أما هو بيكون fully toilet trained by daytime على 4 سنوات. هسا ال 5 سنوات طلعوا سكيبس رايد بايسيكل، بإمكانه يسوق دراجة من عجلين. بإمكانه كوبي زي ما حكينا تريانجل المثلث، بإمكانه يكتب اسمه print name، بإمكانه تاي الشوز اللي هو الرباط صعب جدا عليهم، 5 سنوات هذا بتأخر. تاي الشوز لاكس اللي هم الرباط. speech and language طلعوا fluent speech بيحكي بطلاقة. future tense بيستخدم الضمير المستقبل. alphabet بإمكانه يحكي الألفابت يعني كاملين. بإمكانه يحكي tell story قصة، طبعا قصة بتكون ما لها علاقة بشيء. cooperate with adult request most of the time. separate easily from caregiver، يعني separate easily from caregiver يعني الأصل separation، هاي separation anxiety اللي بلشت متى؟ separation anxiety بلشت على السنة، الأصل على 5 سنوات تنتهي. شو يعني 5 سنوات تنتهي؟ يعني لما أهله يتركوه خلاص عادي يتعود إنه بدون أهله. أما إذا استمرت هاي separation anxiety بعد 5 سنوات بتصير disorder، بسموها separation anxiety disorder. separation anxiety disorder، separation anxiety disorder، separation anxiety disorder اللي هي SAD separation anxiety disorder. بدنا نعرفهم دكاترة، أنا عارف إنه شوي ملة وأنا فصلتهم بالتفصيل عمدا لأنه بيسألوا عنهم بالتفصيل زي هيك. بيجيب لك all of the following about developmental milestone in child 6 months old are true except. بيجيب لك كل الخصائص تبعون 6 months. 6 months بإمكانه يعمل كل الأشياء اللي قبل الـ 6 months صح ولا لا، أما الأشياء اللي بعد 6 months مستحيل يعملها. فهاي مهمة جدا نعرف إنه هسا زي ما حكينا قبل في الرفلكسس normal reflexes يساوي normal CNS، هون نفس الإشي بالنسبة للـ developmental milestone. normal developmental milestone يساوي normal CNS يساوي normal إيش CNS. طلعوا حط لك developmental red flag gross motor. شو هم الـ developmental red flag؟ red flag إذا كانوا موجودين هذا non reassuring، red flag يعني non reassuring إشي غير مطمئن، إشي غير مطمئن إذا كان موجود. gross motor اللي هي not walking at 18 or ruling too early at أقل من 3 أشهر. طلع gross motor not walking إذا صار عمره 18 month شو اسمه ولسه not walking ما بمشي، أو ruling أو صار له ruling يعمل ruling too early اللي هي قبل 3 أشهر، هذولا red flag يعتبروا إيش red flag. fine motor hand preference على الأقل من 15 month. إذا كان hand preference يعني بفضل اليمين أكثر من الشمال، hand preference قبل 18 month هاي بتكون إيش red flag، هذا مسميها إيش red flag اللي هي على السنة ونص. إذا كان قبل سنة ونص عنده hand preference بفضل يستخدم اليمين، يعني كل ما تمد له شيء بيستخدم إيده اليمين أو إيده الشمال. speech أقل من 10 word على 18 month، الأصل على 18 month يكون يعرف شغلات كثيرة، يعرف 10 كلمات، إذا كان أقل من 10 كلمات على 18 month هاي من الريد فلاج. social no smile على عمر 3 أشهر أو 4 أشهر هاي أحد دلائل الأوتيزم. not pointing ما بيأشر على الشغلات على عمر 15-18 month هاي كمان من الأشياء الريد فلاج، ما بيأشر على الأشياء على عمر 15-18 month. واضح النقطة؟ راح أنهي أنا عند هون الحصة، نكمل إن شاء الله الحصة الجاي، وآسف جدا على الإطالة. هاي الأسئلة كلها هاي لاحظوا إنه في أسئلة كثير على الـ developmental milestone حالها، أنا منزلها على الموقع، أرجو إنكم تدرسوا تراجعوا الجدول هذا اللي أعطيتكم إياه وتشوفوا الأسئلة هاي المحلولة. طلعوا 18 month old infant can do all of the following except walk alone، 15 month بإمكانه يمشي لحاله صحيحة. use 4-6 words على الـ 15 month، 4-6 words منفصلات كمان هاي صحيحة. build tower of 2 cup حكينا على 15 month بإمكانه 2 cup إنه يعمل دور، لأنه حكينا على السنة قطعة واحدة، على 15 month بإمكانه قطعتين يكون. creeps upstairs يعني بإمكانه يزحف على الدرج يزحف عليه أو يزحف على الدرج نزولا، هاي صحيحة كمان. point to 8 body part لا مستحيل إنه يؤشر على 8 شغلات من البادي بارت، هاي بتكون لسه هاي متأخرة advanced point to 8 body part، هاي point to 8 body part بتاع على الأقل
لما يكون عمره الطفل يعني على الأقل بيكون عمره 4 سنوات، واضح؟ فبنكون إحنا عارفين يعني، أسألوا عنها كثير الامتحان. أعطيكم العافية، متقابل إن شاء الله محاضرات قادمة بإذن الله.